السلام عليكم. الزول في اللون ناس الجي اس كا اسمه مدوار في الندوة الصحفية يدافع عن شبيبة قبائل وقال لك كلنا شبيبة قبائل صاحبة أكثر الألقاب اسمه مليح راهو قال لكم راه يعاون شبيبة قبائل ويعاونها في الديون باه تلعب كأس رابطة أبطال إفريقيا. اسمه مليح ولايك على الفيديو وابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. اسمه مدوار واش قال لنا شبيبة قبائل وفريق أكبر تتويج فريق الشبيبة المعروف مستحيل فريق هذا ما يمثلش الجزائر في المنافسة القارية، لازم نسيبوا له حلول. كيما نسيبوا فريق شباب قبائل حلول باش يشارك وشرف الجزائر ومازال يزيد يشرفها ان شاء الله على غير الأندية الأخرى، نسيبوا الحلول للأندية الأخرى لأن اللاعبين هذو هما اللي راحين نلعبوا في البطولة اللي راحين نلعبوا فيها. حتى هذه الفرق عندها نفس المسار تاع شباب قبائل، كلنا شباب قبائل. كاع الفرق يقول احنا ندعموا اليوم يعني الفيدراليه او الرابطه او السبونسور يخلوا شبكه القبائل تخرج من هذا يعني بتعهد او بكثير من الامور الايجابيه باش تلعب تشامبيونز ليغ. ولكن اليوم لازم الفرق الاخرى كذلك نصيبوا لها حلول ولو حلول ظرفيه، ولكن مش على حساب اللاعب اللي عنده 3 4 سنين. حلول كما قلنا، قلت في الديكلاراسيون تاعي جوست بعد الجمعيه العامه الانتخابيه للرئيس الفيدراليه الجليسي زفيز الجاهي والمكتب تاعو، فيه ديون الرابطه تدين احد المتعاملين بمبلغ كبير، وهذوك الاموال تاع النوادي، وهذا النوادي دارت التزام للرابطه المحترفه من يدخل هذه الاموال اللي هي موجوده في الخزينه العموميه. هذه الاموال يروحوا للاعبين، وبالتالي يكون يعني الاموال راهي تقريبا 80% من الديون تاع السيارات نقدروا اللاعبين يدوا اموالهم والفرق تسولاجا. مي اي سول كونديسيون كو لو كونترا جوور يتعاود وما يبقاش هذا الكونترا اللي هو اللي يخلي النوادي تكون في مأزق وما تسيبش الحلول. والدور جاء على كل الفرق الا الفرق اللي عندهم شركة راعية جزائرية، باش هذا الاموال تاع النوادي اللي راهي في الخزينة العمومية اللي مقدرة اكثر من 200 مليار اللي هي تاع النوادي. وشكون النوادي؟ نوادي فرق ظل ودايرين التزامات باش اللاعبين يدوا الاموال تاعهم والفرق يتنفسوا سعاده ولو لفتره سكوبي